خالد سامي ناحية اليمين، تتلعب من خالد سامي في اتجاه ممدوح، ممدوح ممكن يعمل عرضية وعمل العرضية والأرضية ممدوح والهدف الأول. يا سلام، الهدف الأول عملها محمد مصطفى الظهير الثاني في نادي الترسانة في كرة اتلعبت من ناحية اليمين وعدت ومر هداف الدوري، اتلعبت على طول ناس الشوط الأول، ادي اتلعبت الأمامية، ادي ممدوح الهداف، اتلعبت عرضية الأمامية ولكن محمد مصطفى بيلعب بشماله وتسلم شمالك يا محمد يا مصطفى. لسه بقول لحضراتكم موجود المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن بيتابع لعيبة كتيرة ومنها 12 هدف في الدوري وعنده هدف في الكاس، ادى الليبيري وادى الهدف وعلى طول يتعادل الترسانة مع حرس الحدود بهدف الليبيري جوستون اوتو. 1-1 لتشتعل المباراة اكثر واكثر في ملعب الترسانة ويعود الترسانة من جديد، الترسانة التاريخ حامل لقب الدوري 62-63 يعود عن طريق ضرب جزاء لأجوستن أوتو، ضرب جزاء أثارت الجدل الكبير في ملعب الترسانة وستثير الجدل الأكبر للرأي العام. وخدها مني بعد هذا اللقاء خاصة إنها واضحة فيه على شاشة أون تايم سبورت، نتحسب عليه ركلة جزاء من وجهة نظر ميكي إنها ظلم. تتلعب الكرة على طول أمامية لممدوح، عدى ممدوح، عدى ممدوح وعلى طول والهدف الثاني وعملها أبو جودة، خدها من ممدوح وحط الهدف الثاني وإحنا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع. عنده 5 أهداف في المحترفين وده الهدف السادس، اتلعبت له حلو من نص الملعب لممدوح وممدوح قال له خد هات جون يا جودة، وجودة قال له علم وينفذ يا ممدوح، وحلوة حلوة من أبو جودة. وهنشوف الابتسامة أكيد على الجهاز الفني والإداري لحرس الحدود بعدما تعثر محمد مكي في أن يبتسم. تطلع على طول أمامية، معدية تاني في نص الملعب لمصطفى جمال واحد من اللعيبة اللي شاركت مع الحرس في الدوري الممتاز، معدية الكل الممدوح، ممدوح وعمر ساجد وممدوح وما بلاقيش صعوبة الهداف، ألقى الناس يعود محمد ممدوح ليصعب المأمورية على فريق الترسانة وأطر حرس الحدود. يأتي في لقطة محمد ممدوح وتسلم راسك يا محمد يا ممدوح، يرتقي محمد ممدوح بحرس الحدود بالهدف الثالث. اتلعبت حلوة في كرة بين خط الدفاع في خط الوسط تعدي وطلع عمر ساجد ولكن ده ممدوح، لا عمر ساجد ولا دفاع الترسانة ولا عارف ولا بلال، ممدوح اللي هداف الثاني في دوري المحترفين النهاردة بيحط بصمته. هو لعب وباصى الهدف الأول والثاني وحط الهدف الثالث. قلت لحضراتكم الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بيتابع هذا الليبيري جوستون أوتو، تتلعب الأمامية الطولية والهدف الثاني والهدف الثاني وعملها ميدو العطار، يعطر مرمى حرس الحدود ميدو العطار بالورد والفل والياسمين، يميدو العطار يقفز في عطار بكورة خالد مسعد ومن فوق الكل ويحط الهدف الثاني. مش المرة دي أجوستن أوتو سابها للعطار البديل، أفضل بديل ليحط الهدف الثاني في مرمى حرس الحدود ليشعل المباراة أكثر وأكثر في مرمى في ملعب الترسانة. وحتى الآن حرس الحدود متقدم 3-2 ولكن 12 دقيقة من نار.